ولا انا راضي ولا انا راضي ولا السيد الوزير نفسه راضي ولا رئيس الوزراء راضي. فتستاذنا العزيز بودي وبوصفتي وانا اعرف مهنيتك وحياديتك. انا كان بودي انه من اشرح الاسباب مو جاي ابرر للوزاره بس اقول والله يا اخوان ترى بدنا نشتغل بهالوضع. استاذ علي موازنات ولا دينار واحد واليوم ايش قد بالشهر؟ الشهر التاسع راح يصير واحنا ما اعطونا ولا دينار. واشوف سيدي الكريم يعني احنا الان اطلعنا بادخال وحدات توليديه كان من المفروض سيد احمد من سيد احمد سيد احمد من سنه 2003 والحسنه 2010 عفوا 2005 2020 موازنات الفجاريه كانت اي نعم مليارات صرفت 62 مليار دولار ترى مو شيء هين تعالي وهذا الرقم 62 مليار من عندنا طلع من وزارة الكهرباء من سلالة قلنا يا بس صرفنا 62 مليار. فشوف استاذ علي هذه ال 62 ترى